أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هي أفضل الأعمال النوافل التي تنصحون بها بالاستعداد ليوم المعاد؟ ما هي أفضل الأعمال النوافل؟ أفضل أي؟ ما هي أفضل الأعمال النوافل؟ النوافل أي نعم، التي تنصحون بها للاستعداد ليوم المعاد. ذكر العلماء يعني أقوال في أفضل الأعمال النوافل، قيل هو الجهاد في سبيل الله، وقيل طلب العلم. طلب العلم هو أفضل الأعمال النوافل، وقيل هو الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، ثم قيام الليل، قيام الليل والتهجد في الليل هذا من أفضل الأعمال، الصيام النوافل، نعم، أعمال كثيرة، نعم.